يما ردي علي، طمنيني طمني قلبي يا يما. يا رب انك تقومها بالسلامة يا رب. أقول يعقوب، يعني الحين هذا الريال، يعني لا سمح الله الريال لو صار فيه شيء أختك شو بيصير فيها؟ الله لا يقول، ليش تفاولين أنتي؟ أنت بالصدق؟ كان زين يصير فيها شيء، إيه؟ كان زين يقطونها بالسجن ويحكمون عليها مؤبد، لا إعدام. لا لا، إعدام صعبة شوي مو؟ إي باكر يحطون صورتها معلقة وننفضح ونصير حشوة بحلوج الناس، لا فشلة. انت شنو؟ لهالدرجة قلبك اسود؟ ثمني كلامك. اثمن كلامي؟ انت الظاهر نسيت اختك ايش سوت فيك. الحمد لله على السلامة. يبتي بنية قمر تشبه ابوها. الحمد لله على عطية رب العالمين. دامها بنية يعني خاطري اسميها على اسم امي حليمه. لا حبيبتي، انت تدرين انا مبلغتكم من قبل، انا اللي بسمي عيالكم. بس شمور هذه اول فرحتي، يعني ودي انا اللي اسميها. اول فرحتك ثاني فرحتك حبيبتي، مو شغلي هالحكي. منو اللي يصرف عليكم؟ انا. منو اللي ولدك بمستشفى خاص؟ انا. منو اللي بيصرف على بنيتك تالي؟ انا. يعني حبيبتي انا اللي كلمتي تمشي. أنا بسمي كل عيالكم وبسميها ملك. بس أنا لا بس ولا شيء، شوري هو اللي يمشي. خلصنا حليمة يا حلو ملك. حتى بنتك ما خلتك تسميها؟ أثاث الغرفة اللي احنا قاعدين فيها هي اللي مختارتها، وهي اللي شاريتها، وهي اللي فارشتها. حتى حلم كل بنية انها تختار فستان عرسها وتكشخ كذي قدام رفيجاتها وتباها ان هذا ذوقها. حرمتني من هالشيء. تدري عاد اختك لو بيصير فيها شيء ترى مني، من دعاوي عليها. يا الله يا رب، يا الله يا ربي لا توفقها لا دنيا ولا اخره. يا رب ان شاء الله اشوف فيها يوم. يا رب انت على الظالم، يا رب انت اللي تراوينا في الظالم يوم. يا رب انت لهالدرجه حاقده عليها؟ طبعاً بمناسبة مصيبة أختك قررت أحط لك في الميكب. أي والله أنا بعد قاعد أفكر لو أقوم وأتبخر كذي. إيه تبخر وأدق السبعة ونسوي لنا عرس، إيش رأيك؟ مو أحسن تطنز؟ لا ليش أتطنز من صجي؟ طبعاً طبعاً بتطنز وقتها الحكي. يا أختك مروقة مستانسة فرحانة. أنا ما صدقت يصير بأختك كذي عشان نرتاح. تدري لو يصير بالريال عاها الله أسوي هني عرس والبس نفنوف أبيض وطير من الوناسة، وإذا مات الله تدش السجن. حلم حلم حلم. والله خوفك تنسجن ونطلع إحنا برا البيت. هي كلها يعني حروة الخمس سنين عشر سنين أنا وياك نعيش بنعيم. والله بعد بصراحة الريال وضع حرج. لا وهي على حظها في كاميرا بالشارع صورتها، الريال واقف حارة الأمام ويأت بالسيارة طايرة شالتها هو والسيارة. عتدري شلون؟ قررت باكر أزورها. أقول لكم توني قاعد أكلم فهد حسها طالع عليه برا التليفون. حسبي الله عليها كل شيء فيها يتكسر إلا لسانها يتم طويل. نروح شوفي إذا بتسوين مشاكل لا تجين، إحنا مو ناقصين. هاي سلامتك يا روحي، أخليكم أنتم تمتعون. نظركم شوفتها كذي طايحة وأنا لا والله لي وتشمت. حسبي الله عليك يا شمور يعلك الشلل. بسش دعاوي بسش دعاوي. عيوز أنت عيوز مو بنت. طولي يلا يلا تفضلوا. الله أنا وين طبعا على هانك يا الخبلة. وين ذلنا ولا شنو؟ السلام عليكم. السلام. هلا. شوف ما راح تعزمني على شيء. شو السالفه يا ابو؟ تعال انت وين الفلوس اتفقنا عليها؟ وينهم؟ لا تهدي
فلوسك عندي. اشوف جاي قدام ويد ورا، وين الفلوس؟ كاهو منطر. شيك اهدى. كنت اتعامل بشيكات. اي شيكات. خذ راحتك دام كذي. تفضل. دام كذي عيل، انا اللي عازمك اليوم، هي انا اللي بعزمك. فهد. هلا. اترك عنك هالخرابيط. لك شهرين اثنين. شهرين اثنين وترد الفلوس. لان هالفلوس انا ما اخذها من حساب امي. وانت عارف ان امي مريضة ممكن تطيحي باي وقت. شهرين. عفو عليك، لا شنو شهرين؟ شهرين وايد اصلا. انا عطني كذي كم يوم واعطيك فلوسك، عفو عليك لا تحاتي. بس انا تدري شوي عندنا عرس ولويا، فمحتاجهم شوي والله. عاد مو ما تعزمنا على العرس. عفو عليك، اعزمك اعزمك وتجيب الوالدة بعد الله يحفظها هي. ان شاء الله. انا انادي لك. لا زين كذي لأن ما أقدر رقبتي. السلام عليكم. هلا 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 قلبي. ليش مكلفة نفسك؟ شوفين شر شر مايج. شلونك خالتي؟ الحمد لله زينة. ليش مكلفة نفسك حياتي؟ لا كلفة ولا شيء حبيبي عادي. أمو تعريج. عمري إيه أنت وياها استح على وجهك تقزل جدابي، عيب عيب. أم عيالي شفيك شمور. اثقل سوالف المراهقين هذه، ايش دراك بعدين يصير ام عيالك؟ يمكن الله ما اعطاك عيال، ايش دراك ام عيالي وام عيالي؟ اي صح صح. الله العظيم. ان شاء الله. مكسوره وتبرد. ايوه. ما يخالف. شمور نفسيتها تعبانه بعد الحادث. ليش امه ليش نفسيتي تعبانه؟ ايش فيني؟ ما فيني الا العافيه. قالوا لك مجنونه، فيني شيء؟ لا ما اقصد ايمه، انت ايش فيك كلتها بالتخانق قايم؟ خفاش السوء، خفاش السوء، الف حمد لله على السلامه. ما تشوفين شر، ما تشوفين شر بعد قلبي. الف سلامة عليك، ما تشوفين شر، دمرتك حمره بعد عمري. بسم الله عليك. هلا. هلا 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 ميمه، هلا حلوه. خطات الله ويا عمري ويا قلبي، انت تعبانه سلامات هناك. يلا منك يا كذابه يا جليله الحياه، عم بعينك حتى عم بعينك. انا مو اسم كوختك ودابغتك يا تشمتين فيني. ادري ادري انت تقولين هذه حبتي، انا ادري بهالسوالف اعرف. لا والله حشا حشا لله، انا بس يقولون زياره المريض واجب. اي اخري عم بعينك حتى عم تجسيني وخي. زيارة المريض ما حد مريض غيرك انتي ام لسانين، انا عارف الحكي المبطن من تحت لتحت، عارف النقزات مت عينك حتى عمت عينك، رقبتي راحت عمت عينك حتى عمت عينك. لا لا هذا الحكي ما يصير بصراحة يا شمور. يبا ألف لا باس، ألف لا باس وما تشوفين شر، شفيك الركادة زينة، رقدي رقدي. احلف يا يتعلمني الركادة. ترى انا مكسرة الحين اقوم لك. ألف لا باس، ألف لا باس، ما تشوفين شر. شمور يما هدي أعصابك الحين شوي ويروح. شمور حبيبتي هدي اعصابك، ما علي ترى والله كلنا متضايقين عشانك. اي وايد متضايقين، انا اشوف الطيور والفراشات حولكم تحوم من السعاده، قلوبكم ذنابك واصل صوتها. بسم الله. انت قاعده المخطط تبي حقك معاش ترى. انا على بالي ما نطمنش علينا.